أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة الرياضية وهذه الحلقة الجديدة من هاف تايم على رؤية. هذه الحلقة التي ستكون مميزة بإذن الله بضيوفها وبموضوعها. احتفل الوحدات يوم أمس بالتتويج بلقب الدوري الأردني لكرة القدم، التتويج رقم 13 للوحدات. بكل تأكيد هذا الرقم مميز لفريق الوحدات ومميز لكابتن فريق الوحدات الكابتن رأفت علي. أيضا يعني حلقة ستكون مليئة بالتقارير وعن مسيرة الفريق خلال هذا الموسم وخلال هذا الإنجاز الذي تحقق خلال العديد من المباريات الصعبة التي خاضها فريق الوحدات. سنتحدث عن الصعوبات التي مر فيها الفريق وسنتحدث عن الاحتفالات الكبيرة التي حدثت لجماهير الوحدات جراء الفوز بهذا اللقب. أيضا سنتحدث عن موضوع يعني اعتزال أو إعلان اعتزال أيقونة نادي الوحدات بكأس كرة القدم الأردنية الكابتن رأفت علي. العديد من المواضيع كما تحدثت سنتحدث فيها بصحبة ضيوف كبار عزيزين على قلبنا، ضيوف لهم بصمة بعالم كرة القدم الأردنية، مدرب وطني، مدير فني لفريق الوحدات، صنع في بلدي، حقق لقب الدوري، حمله كلاعب وأيضا حمله كمدرب. كل التحية والتقدير لكابتن عبد الله أبو زمع اللي هو موجود معي في الاستوديو واللي هو ضيفي، وأيضا يعني احنا جدا مبسوطين بوجودنا معه خلال هذه الحلقه. مساء الخير كابتن عبد الله واهلا وسهلا فيك. مساء الخير، الله يعطيك العافيه، وانا لي الشرف ان اكون بقناتكم الموقره. شكرا يا كابتن عبد الله، وايضا عضو مجلس الاداره والمدير الاداري لفريق الوحدات الكابتن زياد شلبايه اللي دائما متعاون معنا ودائما يعني متعاون وبيسهل لنا الامور، وايضا وراء فريق كره القدم ويعني وين في احتياجات لنجوم الوحدات دائما ما بيكون الكابتن زياد شلباية موجود. مساء الخير كابتن واهلا وسهلا فيك. مساء النور طارق، وايضا يعني الف مبروك الكابتن. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك، وايضا ضيفنا النجم الكبير النجم المحبوب معشوق جماهير الوحدات واليوم منورنا بالاستوديو الكابتن رأفت علي. مساء الخير كابتن رأفت واهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ طارق، وشرف كبير ان نكون معكم بصراحه بهالقناه المميزه قناه رؤيا. الله يسعدك كابتن رأفت، يعني راح يعني احكي لك الف مبروك، وايضا راح احكي لك انه احنا زعلانين لانه انت يعني اعلنت الاعتزال، فيعني مبروك الرقم 13 ومبروك الدوري 13، وسنتحدث كثير عن هذا الموضوع اللي حكيته إن شاء الله. إذن قبل البداية في هذه الحلقة ننوه بأن جميع الفرق الأردنية نتعامل معها بشكل واحد وبشكل طبيعي. من هو صاحب إنجاز سنتبع هذا الإنجاز، ومن حقه أنه يعبر عن هذا الإنجاز. ومن بداية حصولنا على حقوق الدوري الأردني لكرة القدم وبث اللقطات منه بإذن الله كل من يتوج بدوري وبكأس سنقوم بعمل مثل هذه الحلقات تكريما للجهود الكبيرة اللي بيقضيها الفريق طول الموسم، التعب الكبير اللي بيقضيه أيضا نجوم الفريق خلال الموسم تتويجا بالحصول على الكأس أو على الدوري. فاليوم الدور رح يبلش مع فريق الوحدات صاحب بطولة الدوري الأردني لكرة القدم. تشرفت فيكم بكل تأكيد. قبل ما نبلش حديثنا في هدية من المعدين لبرنامج هاف تايم رح نعرض لكم إياها وبعدين بنرجع نبلش حكي، بنتابع هالكليب وبنرجع.
أهلا ومرحبا بكم من جديد في هاف تايم، وهذه الاحتفالية بمناسبة فوز نادي الوحدات بلقب الدوري الأردني لكرة القدم. راح نبلش بكل تأكيد أول سؤال لنا مع الكابتن عبد الله أبو زمع، حملت اللقب كلاعب وكمدرب وهذا إنجاز كبير بكل تأكيد، خلينا نحكي عن هاي التجربة عبد الله. أول شيء يعني أنا بشكركم على هالهدية الحلوة، الصراحة شيء ممتع، رجعتونا كأنه بالمباراة صراحة. أول شيء أنا بدي أحكي إنه هذا الإنجاز مش إنجاز عبد الله أبو زمع، وأنا واقعي بحكي وما بجامل، يعني إنه هذا الإنجاز إنجاز بمنظومة كاملة أخطار، في 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 إدارة، في لاعبين، في جمهور، في جهاز فني وطبي وإداري، هذا الإنجاز يستحقه كل الجميع لأنه اجتهدوا على مدار سنة كاملة، كان في ملل بالموسم، كان في توقفات بالموسم، كان في توقفات تقريبا من 20 يوم بست توقفات، كان في 75 يوم توقفات فترة من الفترات، فكان الصراحة كنا احنا يعني تعبنا بهذا الموسم، قدرنا بعلاقاتنا وبعلاقات مجلس الإدارة قدرنا نروح معسكر على بالبداية على العقبة، وبعدين قدرنا نحصل على معسكر بقطر. طلعنا اللاعبين بالأجواء اللي كانت صابتها ملل وصابها زهق اللاعبين، وانا كنت حاس فيها كمدير فني وكجهاز فني، ولكن يعني اللي بدي احكيه كمان انه اللي انا يعني مرت علي فترات، والكابتن رافت بيعرف، المدير النشاط الاخ زياد شلباي بيعرف، انه كنا نتدرب بالتوقفات كلها بتسع لاعبين او ثمان لاعبين، انا كنت يعني حتى على مستوى انه نقدر نلعب مباراه وديه، ما كنا نلعب الا مع المنتخب الاولمبي، كون المنتخب الاولمبي فيه لاعبين من لاعبين الوحدات. على كل الحمد لله هذا على هذا الانجاز. بالنسبه لي كمدير فني الوحدات صنع عبد الله ابو زمع لاعب، وصنع عبد الله ابو زمع كمدير فني، لساته باول الطريق ولساته باول مشوار. انا مش اخذت بطوله الدوري اني انا صرت مدرب كبير، لا، انا بعترف انه انا لحد الان بدايه طريقي، ولكن كان الحمل علي كبير جدا انه اخذ استلم كمدير فني مع فريق كبير وصاحب بطولات. انت لما تحكي فريق كبير وصاحب بطولات، جمهوره لا يرضى الا بالبطولات، الا بالفوز، صحيح، انك تدرب نادي الوحدات هذا انجاز بحد ذاته للمدرب، صحيح، اما الانجاز اللي بستنى فيه الناس والجمهور انه تاخذ بطوله، اما انا ادرب نادي الوحدات واكون مركز ثاني فهذا مش انجاز لجمهور نادي الوحدات ولا اداره نادي الوحدات ولا لاعبي نادي الوحدات. صحيح. انا بشكر الجميع على هذا الانجاز كاداره، كلاعبين الابطال، كجهاز فني واداري وطبي، وايضا على راسه مدير النشاط اللي هو موجود معنا. صراحة أنا ما بحكي إنه هو موجود معنا، هو الجندي المجهول بإدارة نادي الوحدات، طبعا هو مفوض من إدارة نادي الوحدات، ولكن لم يقصر شيء. أنا بقولها كمان إنه عبد الله أبو زمع لم يطلب من إدارة نادي الوحدات عن طريق السيد زياد شباية مدير النشاط أي شيء، وقال وحكوا له كل شيء كنت أطلبه كان ينفذوه. يعني التسهيلات اللي كانت موجودة بنادي الوحدات السنة هذه، صدقني أنا رحت، أنا كنت مدرب مع المرحوم الجوهري بالاتحاد الأردني لكرة القدم، ورحت على دول الخليج كنت مع السيد دراغان. الإمكانيات الموجودة بنادي الوحدات تضاهي هاي الأندية الخليجية وتضاهي الأندية والاتحاد الأردني لكرة القدم، رغم ضعف الإمكانيات المادية. الحمد لله رب العالمين. كابتن زياد يعني تحدث عن الإدارة وأيضا تحدث عن العديد من المواضيع، لكن يعني أنتم كإدارة أمنتم بالمدرب الوطني، أمنتم بعبد الله أبو زمع، شخصية عبد الله أبو زمع، حتى وصلتم أنتم وإياه إلى بر الأمان وتمكنتم من التتويج بهذا اللقب. خلينا نحكي عن هاي الضغوطات ونحكي عن يعني متعة صبر نادي الوحدات أو إدارة نادي الوحدات على المدرب الوطني حتى أنه يثبت يعني موجوديته ويثبت إنجازه مع الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية بشكر قناة رؤية على هذا اللقاء. كان عندنا الموسم أصعب موسم في تاريخ نادي الوحدات. يعني أنا 20 سنة مدير فريق، أصعب موسم بشاهده الموسم هذا. كثير من المشاكل حصلت من جميع، يعني كان الفريق محارب
من الداخل ومن الخارج، من بعض الناس اللي بدها تخرب الفريق، ومن بعض الناس يعني الخفافيش اللي دائما يسيئوا للنادي، يسيئوا للاعبين، يسيئوا للجهاز الفني، وهذول أقل. كان ما يميزنا انه احنا كنا يد واحده، كنا نشتغل بمنظومه واحده، الكل هدفه انه ينجح الفريق، الكل هدفه انه استعاده لقب بطوله الدوري اللي موسمين كان النادي الوحدات وفريق نادي الوحدات مش قادر يحصل على اللقب. الحمد لله الله اكرمنا بجهود اللاعبين، بجهود المدربين، بجهود الجهاز الاداري لنادي الوحدات، بجهود جماهير نادي الوحدات اللي هي الرقم الصعب في تاريخ نادي الوحدات، والعلامه الفارقه، العلامه المميزه للامانه جمهورنا هو العلامه الفارقه بينه وبين الجميع الانديه، مش في الوطن العربي والاردن بل في العالم كله. يعني نشكر جماهير الوحدات اللي كانت واقفه خلف الفريق في السراء وفي الضراء. اداره نادي الوحدات للامانه ما قصرت، اشتغلت اداره نادي الوحدات السنه، اشتغلت بديمقراطيه واحتراف، يعني ما قصرت مع الفريق من جميع النواحي، كان معسكرات، رواتب، عقود، تجهيزات. يعني أنا كمدير نشاط لكرة القدم في نادي الوحدات ما طلبت الموسم هذا أي شيء من إدارة نادي الوحدات إلا لقيته، يعني كان من مكافآت من أي شيء، كان الفريق كرة القدم خط أحمر ممنوع لك إيش ما بتطلب، كانت إدارة نادي الوحدات واقفة مع الفريق. ولا ننسى انه جهد اللاعبين وجهد الجهاز الفني بقياده المدير الفني عبد الله ابو سمع، منظومه متكامله، وغياث التميمي وعثمان برهومي ومحمد جمال، كل التحيه والتقدير لهم، واللاعب يعني هذولا كانوا يعني جبارين خلال هذا الموسم. يعني كنا نوصل الليل بالنهار عشان نصل لبطوله الدوري، كان هدفنا بطوله الدوري. الحمد لله بطولة الدوري. الله اكرمنا بطوله الدوري، ويعني الحمد لله والشكر لله. طيب كابتن رأفت، يعني الجميع انصدم بالإعلان، إعلان الاعتزال بعد موسم صعب تمكنت من رفع كأس الدوري فيه، يعني الله يعين الجماهير على هذا القرار. يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم قناة رؤيا الشقيقة عن جد على الاستضافة الطيبة هاي، بمس عليك وعلى الأخوة المشاهدين جميعا. يعني انت بلشت في اصعب سؤال، فاول سؤال اصعب سؤال بدي ابلش فيه، لانه انت مش شايف شو عم بوصلنا حكي، يعني انه خلوا رأفت يتراجع، خلوا رأفت يضل في الملعب، خلوا رأفت، فخلينا نبلش من الصعب. يعني انا في البدايه بدي اشكر اداره نادي الوحدات، وبدي اشكر الجهاز الفني في نادي الوحدات، وبدي اشكر جماهير نادي الوحدات الكبيره اللي بكن لها كل الحب والاحترام، وهم بيعرفوا هذا الحكي، وانا بعرفهم شو بكنوا لي كمان نفس الشيء، وبقول لهم يعني هاي سنة الحياة، لكل بداية نهاية. أنا بالنسبة لي لو ألعب، لو بقدر ألعب لمية سنة ما راح أقصر، راح أقدر أكمل وألعب مية سنة نادي الوحدات وما بكون زعلان، بس في النهاية يعني لازم إشي يصير. هو الشغلة اللي بدها تصير هاي صعبة كثير علي وصعبة كثير عليهم، بس إحنا وياهم بدنا نتعاون إنه هاي الشغلة تمشي، لازم تمشي، لأنه إذا بضلهم يضربوا على الوتر الحساس تبعي أنا ممكن أضعف كمان. أنا إن شاء الله ما بدي أضعف، بدي يعني نخلص الموسم على خير بإذن الله. عنا بطولة كاس، بطولة مهمة إن شاء الله، برضو بنسترد لقبها السنة وبنفرح جماهيرنا الكبيرة أهم من اعتزالي. وزي ما حكيتك في البداية، لكل بداية نهاية، وهذا القرار ما أتوقعش إنه في رجعة، يعني خلاص هذا الموسم الأخير للكابتن رأفت إن شاء طيب. الله. طيب كابتن رأفت، نتحدث أكثر عن هذا الموسم، كان موسم صعب بكل تأكيد، مباريات صعبة، الجماهير كانت خلف الفريق في السراء والضراء كما تحدثوا الكباتن، لكن يعني حققتم البطولة، وحققتم البطولة بقيادة مدير فني وطني. يعني احنا بدناش نضلنا نجامل بعض، إذا ضلنا نجامل بعض بصير هاي حلقة لو أننا قاعدين في البيت أحسن. احنا صحيح يعني فريقنا أفضل فريق في البلد، مجموعة لاعبينا مجموعة مميزة، إن كانوا اللاعبين الخبرة مميزين، نجوم المنتخب كانوا حاملين المنتخب أكتافهم فترة طويلة وعملوا إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية، وأغلبهم من نجوم نادي الوحدات. مجموعة الشباب الموجودين مجموعة مميزة جدا، وأنا من هون من هذا المنبر بقول لهم استمروا، لأنكم أنتوا راح تشيلوا كرة القدم إن شاء الله وتطوروها في الأردن بشكل عام إن شاء الله. وطبعا أكثر مش راح أقدر أحكي، يعني طيب بكافي. راح نواصل حديثنا، لكن خلونا نروح في فاصل قصير ونعود، خليكم معنا بصحبة الكباتن والنجوم في حلقة هاف تايم اليوم التي نتحدث فيها عن تتويج الوحدات بلقب الدوري الأردني لكرة القدم، راجعين خليكم معنا.
أهلا بكم من جديد في هاف تايم. نواصل حديثنا مع ضيوفنا ونجومنا الكبار في الاستوديو. كابتن عبد الله أبو زماع، موسم طويل وصعب تحدثنا فيه، كان صعب عليك لكن تعديت هاي المراحل ويعني توجت باللقب. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ووصولا للمباراة المرتقبة مع ذات راس ويعني نوايا الوحدات في هاي البطولة. والله شوف، احنا يعني مثل ما حكيت، احنا مرينا مراحل كانت يعني في كان فيها كانت إيجابية وكانت سلبية، ولكن السلبية كثير. حتى أنا تطرقت لمواضيع المشاكل كانت واجهتني بالبداية الموسم ونسيت نقطة مهمة جدا. يعني أنت لما يكون عندك نجوم الفريق اللي هم باسم فتحي، عامر ديب، عامر شفيع، حسن عبد الفتاح، هذول لاعبين نجوم. صحيح. يعني حسن عبد الفتاح كان يشيل المنتخب لحاله، مش نادي، يشيل المنتخب. ونفس الشيء عامر ديب وعامر شفيع وباسم فتحي. للأسف تم استبعادهم الموسم هذا، تم استبعادهم الأربعة، وأجون الأربعة مستبعدين. وشوف النفسية المعنوية اللي أجوا فيها اللاعبين. وكان الكابتن رافت موجود وأيضا الكابتن زياد موجود. عانينا جدا أنه نقدر نخرجهم من ناحية النفسية اللي كانوا موجودين فيها. يعني أنت كعامر شفيع، نجم المنتخب وأفضل حارس بآسيا، يستبعد. عامر ذيب كابتن المنتخب لسنوات، يستبعد. حسن عبد الفتاح نجم النجوم، يستبعد. أيضا باسم فتحي في كان في ممكن يكون في مثل ما بيحكوه يعني أسباب، ولكن عامر شفيع مش، وعامر ذيب كانت، وحتى باسم، حتى حسن ممكن يكون إنه حسن كان في شوي تراجع مستوى. قدرنا نرجع عامر ذيب، وقدرنا نرجع عامر شفيع، وقدرنا نرجع حباسم بعد معاناة. ولكن للأسف حسن عبد الفتاح عانى كثير من هاي المشكلة. حسن عبد الفتاح ما قلت لك لاعب بيفرق مع المنتخب كيف. صحيح. كيف مع النادي، كيف مع النادي. صحيح. كجهاز فني وكإداري حاولنا مع حسن، حاولنا ولكن كان لفترات. حسن من أكثر اللاعبين اللي خضع لتدريبات إضافية صباحية ومسائية، ولكن في انسان بتقبل الشيء وانسان ما بتقبل. يعني فحسن كان من النوع الصعب انه ما تقبل الشيء هذا، انه استبعاده من المنتخب. وكان ايضا كان في مشاكل عاليه لحسن عبد الفتاح، وكان هو يحكي لي اياها. فحسن عبد الفتاح الموسم هذا كنا نتمنى يكون حسن فتاح، ولكن احنا ان شاء الله انا على 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 ثقه تامه انه حسن عبد الفتاح رايح يرجع حسن عبد الفتاح اللي احنا بنعرفه ان شاء الله الموسم القادم وما تبقى من كاس الاردن. وايضا حتى لو ما لحق حسن الفتاح ما تبقى من كاس الاردن، حسن عبد الفتاح باذن الواحد احد انه راح يرجع حسن عبد الفتاح بالموسم القادم ان شاء الله. بنتمنى من الله عز وجل يثبت عامر شفيع على هذا المستوى، وعامر ذيب على هالمستوى، وباسم فتحي. هاي مشكله كبيره كانت واجهتنا، ولكن بتكاتف الجميع. والصراحه اللاعبين كانوا ابطال، واللاعبين تحملوا كثير اخطار. الصراحه انا بدون اللاعبين ولا شيء. انا دائما كنت احكي معهم، وحتى باللقاءاتي معهم واجتماعاتي معهم انا بقول لهم انه احنا كجهاز فني، انا كعبد الله ابو زمع مش جاي انه انا اكون مدير فني واشوف حالي عليكم. انا كجهاز فني والمساعديني احنا بخدمتكم، احنا جايين هون نخدمكم كجهاز فني. احنا كجهاز فني بنجتهد، وبنجتهد بالتشكيل، بنجتهد بالتمارين، بنجتهد بقراءه المباريات. ممكن نخطئ، ممكن نكون على صح، ولكن انتوا دائما انتوا اللي بتعطوا الفارق. الروح اذا كانت موجوده ما في حدا بوقف ضدنا. الاصرار والتحدي اذا كان موجود، وهذا دائما كل تقريبا كل اجتماع معي مع اللاعبين بكل الحكي هذا موجود. تحملوا كثير، تحملوا الصدمات، تحملوا غضب الجمهور. كان في مباريات خسرناها، صدقني الاربع خسارات، وانا عندي المباريات كلها، الاربع خسارات اللي خسرناها ما بنستحق نخسرها. كان مستوانا افضل من الفرق الموجوده. كانت مباراتنا مع شباب الاردن، ومباراتنا مع الفيصلي، ومباراتنا مع الصريح وذات راس. كنت احفزهم معنويا، اشتغل معهم، لان انا عارف طبيعه لاعبيني، انا عارف، انا عشت معهم. فنيا اشتغلت معهم، ونفسيا اشتغلت معهم، وبشكرهم كثير شكر على هذا الانجاز، لانه تعبوا واستحقوا. والحمد لله انا حكيت لهم انه ربنا ما ضيع لكم تعب كلاعبين. يعني هذا كلام جميل من مدير فني الفريق. كان في الملعب، وهي رساله واضحه، يعني كان في الملعب نجم لا يشق له غبار، لكن عند استلام الاداره الفنيه لفريق فهو بين كوكبة نجوم، لازم يتناسى نجوميته في الملعب أيام ما كان لاعب، ويحسسها للي موجودين معه في تشكيلة الفريق. وفي كثير ناس ماسكين مناصب عالية
مدراء فنيين لمنتخبات ولا أندية ولا ذلك، ما مش عم بمشوا على هذا الموضوع وعلى هاي القاعدة. لسه موجود عندهم موضوع النجومية في الملعب، وعندهم موجود التعالي على اللاعبين. كابتن خلينا نشوف هالتقرير وبنرجع بنكمل الحديث. عبد الله أبو زمع في هذا التقرير، بنشوفه بنرجع. عبد الله أبو زمع مدرب بهوية وطنية، قبل التحدي وتسلم مهمة تدريب الوحدات، وأعلن عزمه على تكرار إنجازاته كلاعب ومساعد في صفوف الأخضر ليحقق الإنجاز الأخير كمدير فني. مهمة ليست سهلة، تلك التي قبل بها أبو زمع في دوري هو الأصعب منذ مواسم، حيث التقارب الفني في المستويات بين الفرق وصعوبة التكهن بنتيجة أي لقاء كانت هي من أبرز ملامح موسم 2013-2014. أبو زمع عاش في فترات صعبة خلال هذا الموسم، وتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير الوحدات بعد إهداره بعض النقاط وإصراره على إشراك العناصر الشابة في فريق الوحدات، مما دفع أبو زمع لتقديم استقالته مرتين، كانت الأولى بعد خسارته من ذات راس ذهابا، والثانية بعد خسارته أمام الصريح إيابا. إلا أن رغبة الإدارة بالإبقاء على أبو زمع وتجديد الثقة به حالت دون قبول الاستقالة، ليستمر أبو زمع ويحقق اللقب الأغلى محليا ويرد الجميل إلى إدارته التي أعطته الضوء الأخضر للاستمرار. انتهى مشوار الدوري وبقيت مهمة الكأس بانتظار أبو زمع في تحدي جديد عندما يواجه ذات راس إيابا في الكرك الشهر المقبل. فهل يواصل الوحدات انتصاراته ويتأهل في الأدوار القادمة من هذه البطولة، أم أن مهمة أبو زمع ستتوقف عند التتويج باللقب المحلي الأغلى؟ فالإجابة مع صاحب الابتسامة عبد الله أبو زمع في الاستديو. إليك الكلمة. إذن كل الشكر للزملاء القائمين على إعداد حلقات هاف تايم، الزميل يوسف البستنجي بتقارير رائعة، والزميل حسام نصار، وأيضا معد هاف تايم محمد حسيبة، وأيضا المونتاج لأنس كتكت ونبيل قباني، وكل الزملاء الموجودين معنا. يعني رأفت يوسف حكى، عبد الله راح يجاوب، لكن أنت اللي بدك تجاوب على هذا الموضوع، لأنه يعني عبد الله عمل إشي جريء هذا الموسم، إحلال وتبديل، أنه يتصدر البطولة وتوصلوا لحد التتويج في الكأس، هذا إنجاز. وأيضا أنت يعني كان لك مهمة كبيرة في الملعب لخلق التوازن بين النجوم الجداد وأيضا أصحاب الخبرة، والمشاكل اللي تحدث عنها يعني مستويات عامر ديب، عامر شفيع، وما تعرضوا له بالمنتخب، وحسن عبد الفتاح. يعني في البداية الكابتن عبد الله يعني مجهوده خلال الموسم كان مجهود قوي جدا، مجهود صعب. يعني خلال الموسم تعرضنا لكثير من الانتكاسات بالفوتبول وبالتأجيل الدوري والبطولات وعدم توفر ملاعب تدريب والجو والشتاء ونتدرب. فأنا بحيي على شغلتين، لا أنا لازم أحيي عليهم. أحيي أول شيء على هدوءه خلال فترة سوء الفهم اللي صار بين الفريق يعني الشغلات اللي صارت بالفريق وسيطر على الأعصاب ومشى الأمور ورجعت الأمور طبيعتها. والشغلة الثانية استقراره على تشكيل مميز، يعني بضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب المميزين اللي راح يكونوا لهم إن شاء الله باع طويل في نادي الوحدات والكرة الأردنية. والشغلة الثالثة اللي بدي أحكيها، يعني الكابتن عبد الله أنا عاصرته من 20 سنة، مش من يوم ولا من يومين. شخصية محترمة، شخصية مؤدبة، بكمل له أنا شخصيا كل الحب والاحترام بغض النظر عن أي شيء صار بيناتنا، عن أي سوء فهم صار بيني وبين كابتن عبد الله. في النهاية هاي كرة قدم، إذا كان ما في اختلاف في وجهات النظر يكون في شيء غلط بالموضوع. بتمنى له الموفقية وين ما كان، بنادي الوحدات أو في بيته أو في شغله. بس الطريق اللي ماشي عليها عبد الله إن شاء الله طريق مدرب وطني كبير، مدرب عربي كبير ان شاء الله. بكل تاكيد انت ريحتنا ما بالحكي. بس ما جاوبني هلا، انا بشكره على الكلمات الحلوه هاي بس ما جاوبك. الكاس المستنجي بيقول الكاس هلا ضايل.
هو بيسأل عن كأس الأوروبا. طبعا حكيت لك عن الكأس يا سيدي. سمع جمهورك يا سيدي. يعني احنا طمننا الجمهور انه العلاقات ويعني احنا اخوان وما في شيء بيناتنا، لكن بدك يعني يوسف بيسألك شو بدك تساوي مع ذات راس؟ ذات راس فريق شقيق، فريق عزيز على قلوبنا، من محافظة الجنوب الغالي على قلوبنا، فريق قوي جدا. صحيح، كل الاحترام له. ذات راس بيرفع الراس. صحيح، بنضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن حاليا أنا أتوقع أن فريق الوحدات في عز نشوته الرياضية والفرحة الكبيرة بطولة الدوري، وفريق الوحدات من خبرتي من حياتي بنادي الوحدات طول ما هو مرتاح ومبسوط بمتع وبيأدي، بنوعد الجماهير الكبيرة اللي راح تكون موجودة بالكرك إن شاء الله في 11/6 أنه الفريق يقدم كل الجهد المطلوب منه، وما في حد يقصر وما حد راح يقصر، وراح تشوفوا فريق الوحدات وراح تشوفونا ان شاء الله بنصف نهائي الكاس باذن الله ان شاء الله. اذا كابتن زياد، كيف تعاملتم مع الضغوطات التي تعرض لها ابو زمع من خلال اشراكه يعني عناصر شابه وجديده مع الفريق الى جانب الخبره؟ الكثير تحدث عن هذا الموضوع. يعني انا حكيت لك في البدايه انه اداره نادي الوحدات اشتغلت بعقلانيه وتروي، لانه اداره نادي الوحدات هي اللي راح تتحاسب، ما هو الشخص اللي في الشارع اللي راح يتحاسب. إذا أخفق الفريق الإدارة هي المسؤولة عن الفريق، وإذا إنجازات برضه الإدارة مسؤولة عن الفريق في جميع، لأنه بتحمل المسؤولية الأولى والأخير الفريق. الحمد لله إحنا السنة كسبنا أشياء كثير. يعني اللي عمله عبد الله أبو زمع ما في في تاريخ الأردن مدرب عمله. كلام جميل. أولاً الهدف انك تشارك في بطوله، شو الهدف؟ انك تحرز اللقب. فريق بحجم الوحدات ما بدور على الوحدات، ما بيقبل المركز الثاني. بالنسبه لنا المركز الثاني والاخير واحد. احنا من سنه 80 لغايه اليوم يا الثاني يا الاول، من سنه 80 يعتبر المركز الثاني بالنسبه لنا اخفاق. عبد الله ابو زمع استطاع احراز بطوله الدوري واحراز وتصدر الكاس، وعمل جيل من الشباب لعشرات السنين. يعني أنا مدير فريق العام، كان معدل فريق أعمار فريق نادي الوحدات 32 سنة، حاليا معدل أعمار فريق الوحدات 22 سنة، خفضنا 10 سنين وبنينا فريق للمستقبل. يعني ما في مدرب في العالم، أنا لو جبت مدرب من برا من خارج الأردن قلت له تعال درب هالفريق، بيجي بدرب الفريق هدفه يخلص موسم بطوله، ويخلص موسم. صحيح، لو بلعب زياد شلباي هدفه يجيب بطوله. صحيح، اما احنا اشتغلنا المدربين وجهاز الفن اشتغل انه يعمل فريق والاحراز بطوله الدوري. وللامانه اداره نادي الوحدات تشكر على الوقوف خلف المدرب. ولغينا مقوله المدرب كبش الفداء، ما في عندنا شيء المدرب كبش الفداء، لانه احنا بنشتغل بعقلانيه. الخطا هو كبش الفداء، اي واحد بيخطئ هو كبش الفداء. اما المدرب مش كبش الفداء. المدرب كان في ناس توتر المدرب وظلت تحكي على المدرب، تحكي على اللاعبين، وبدهم كل مباراه خسرت مباراة بدك تعمل اجتماع، بدك تقف، بدك تحاسب المدرب. مش هيك. أنا بجيب مدرب لموسم، بجيبه وبعد في نهاية الموسم بحاسبه شو أنتج، شو أخفق بحاسبه. أما ما بصير إني والله كل مباراة بدي أحاسب المدرب، معناه أنت ما عملتش استقرار. طب الجماهير بتسأل أبو زمع ونادي الوحدات والعلاقة بينهم واستمرار أبو زمع مع النادي. أبو زمع من أبناء النادي، وأبو زمع زيه زي الإداريين في نادي الوحدات، وزيه زي اللاعبين في نادي الوحدات، وزيه زي جمهور الوحدات. أبو زمع من أبناء النادي، أبو زمع حريص على النادي زيه زي زياد شلباي وزي طارق. الموسم القادم الموسم القادم إن شاء الله بكون عبد الله أبو زمع موجود، وإحنا ما منفرط، وإحنا ما صدقنا إنه نكسب مدرب من أبناء النادي اللي يخدم النادي. يعني عبد الله أبو زمع إذا بترجع أول مدير فني من اللاعبين اللي بيستطيع إنه يحرز لحتى الآن اول لقب بحرزه مدرب فني من ابناء النادي. يعني لاعب وكمدرب اول لقب في تاريخ نادي الوحدات بحرزه لاعب عبد الله ابو زمع. طيب، واحنا مع عبد الله ابو زمع. طيب كابتن عبد الله ابو زمع، يعني الكابتن زياد كان واضح، لا بس بدي اسمع منه هالكلمه، ابو زمع وفريق الوحدات الموسم المقبل. لا شوف، انا بخدمه النادي، صدقني ان كنت مدير فني او كنت مدير لوازم انا باقي. بتشرف بنادي الوحدات. ليش لا؟ انا باقي اذا الاداره يعني مؤمنه انه عبد الله ابو زمع بفيد النادي ما عندي اي مشكله ان شاء الله. هاي وحده. اخ زياد، يعني انا بدي اقاطعه، العمل اللي بعمله نادي الوحدات، يعني انت انا فعلا عملت عمليه احلال وتبديل بالفريق، ولكن اللاعبين اللي عملت الاحلال والتبديل فيهم من وين اجوا؟
يجوا من الفئات العمريه. هذا النادي كمان بيشتغل بالفئات العمريه، يعني انا ما بنكر دور المدربين للفئات العمريه والاجهزه اللي اشتغلت بالفئات العمريه، هذا الشغل كله من نادي الوحدات وبالاجهزه اشتغلوا بمدرسه نادي الوحدات ومدربين. انا بدي اسالك بالتحديد عن هذا الموضوع، ويعني على ما يحسد عليه الوحدات في الفئات العمريه والشباب الموجودين عندك بالفريق، يعني شايفينهم في الاولمبي وفي الشباب وما الى ذلك، لكن بدي اخلي كابتن زياد يكمل تفضل. يعني احنا ما بدنا ننسى زي ما حكى الكابتن عبد الله، ننسى دور الناشئين، الناشئين عندنا مدربين ناشئين على سوية عالية، عندنا لاعبين ناشئين، عندنا مصنع من الناشئين، وعندنا أجهزة فنية للناشئين، وعندنا إدارة للناشئين، إدارة يعني بتشتغل بحرفية. ولا ننسى أخرى دور المنتخبات اللي طورت قطاع الناشئين، لأن احنا عندنا حوالي 9 لاعبين في المنتخب الأولمبي. ولا ننسى دور جمال أبو عابد برضو، يعني الكابتن ما بنرضى دوره لانه صحيح. جمال ابو عابد ثقل هذول، وعبد الله ابو زمع اعطاهم الفرصه، وناصر حسان بالفئات العمريه هيئهم انهم يصيروا، يعني هذول كلها حلقه متكامله. صح. ما بننسى دور المدربين الوطنيين، ما بننسى دور المدربين الناشئين، ما بننسى اداره برضه فرق الناشئين. مع التجديد على كلمه واحدة. وطنيين، لانه مدربينا مستواهم اعلى من المدربين اللي بكثير من الاحيان بنستدعيهم وبيكونوا عندنا كابتن زياد شلباي مع الفرق بشكل عام في البلد. خلينا، انت تحدثت عن عبد الله بزمع في الموسم المقبل، والكابتن عبد الله تحدث والكابتن رأفت تحدث، لكن باقي نجوم الفريق في كلمات صغيره خلينا نشوفها وبنرجع. كلمة لعبد الله أبو زمع. بحب أشكره على كل إشي قدم لنا إياه من بداية الموسم لنهايته، ما قصر معنا، كان أخ كبير إلنا قبل ما يكون مدرب. أي كلمة أوصفه شكر له ما بقدر أوصف له، بحب أشكره. الله يعطيه العافية، يعني ما قصر هاي السنة، إن شاء الله السنة الجاية بكون أحسن. كابتن عبد الله يعطيه ألف عافية، بصراحة إحنا تعبنا، مش متعبنا معاه، إحنا تعبنا لاعبين، ضغطنا، بس هذا فوتبول وهيك، يعني كل العالم إلا الفريق ينضغط أو لاعبين، فالحمد لله رب العالمين. المهم انه حققنا بطولة الدوري. طبعا الكابتن عبد الله مدرب وطني، مدرب ابن النادي، تربى على ايدين النادي، اجتهد الموسم هذا، هو الجهاز الفني تاعه والجهاز الاداري اجتهدوا، وهي نتيجه الجهد تاعهم اللي هي بطوله الدوري. يعني الكابتن عبد الله مدرب كبير، صديقي وعزيزي واخوي، اتمنى له التوفيق، مدرب ماشي على طريق ان شاء الله غير يصير من افضل المدربين العرب. طبعا كابتن عبد الله هو اللي يعني الاب تبعنا، الاب الروحي تبع الفريق، اتمنى له كل توفيق ان شاء الله، ونكمل مشواره معنا لانه زلمه مستاهل كل خير، وان شاء الله الشباب ما بتقصر معه ان شاء الله. كابتن عبد الله غني عن التعريف طبعا كلاعب والان كمدرب، اتمنى له التوفيق من كل قلبي، لانه مدرب على سويه عاليه، ومدرب قدم لنا اشياء كثير بصراحه على الجانب الشخصي كتعامل، وعلى الجانب التدريبي كان مدرب على سويه عاليه، وبيستاهل كل اللي صار، وبيستاهل احسن هيك، وبتمنى له ان شاء الله التوفيق لقدام. كابتن عبد الله له فضل علي كثير كثير، وان شاء الله ان شاء الله زهينا توجنا فضله ببطوله الدوري. كابتن عبد الله بسمع غني عن التعريف، قبل ما يكون مدربنا هو اخونا الكبير، تربطنا علاقة الحمد لله أخوية، برضو هاي كمان كلمة سر كانت في لقب الدوري. بصراحة الله يعطيه ألف عافية، يعني بصراحة كان جبار جدا في تحمل المسؤولية، في الروح اللي رجعها للفريق طريقته، يعني هو كان منا فينا لاعب قبل يكون مدرب، بصراحة يعني ما بعرف، يعني جبار، يعني كان بطريقة غير طبيعية تحمل، يعني جمهور الوحدات، جمهور بطولات، مش جمهور حي الله يعني، فكان ضغط شوي، لكن الحمد لله رب العالمين. الله يعطيه ألف عافية، ونشكره على وقفته معنا وعرف المعنويات، وهذا اللقب الأول له كمدير فني. عبد الله بيستحق أنه يحصد تعبه الموسم كامل، رغم يعني بالفعل تعرض لضغوطات كثيرة ومتعبة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمه أنه حصلنا الدوري. يعني بنحكي له الله يعطيك العافية، فعلا يعني موسم بداية مدير فني الأول سنة، فعلا تعرض لضغوطات كبيره جدا، الله يعينه، الحمد لله رب العالمين، ما ضيع له تعب، الحمد لله رب العالمين، حصدنا بطوله الدوري. إذن نواصل معكم هاف تايم، لكن خلونا نروح في فاصل قصير ونعود، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد في هاف تايم، واصل مع ضيوفي الكرام الحديث عن تتويج نادي الوحدات بلقب الدوري الأردني لكرة القدم لهذا الموسم، الكابتن عبد الله أبو زمع، الكابتن رأفت علي، وأيضا الكابتن زياد شلباي. كنت بدك تكمل حديثك عن اللاعبين وما إلى ذلك، تفضل كابتن. يعني أنا بدي أحكي بالنسبة للفريق،
والمرحلة القادمة. يعني احنا صحيح تعبنا كإدارة وكجهاز فني وكجهاز إدارة للفريق، تعبنا السنة هاي، الموسم كان صعب زي ما حكيت في البداية، أصعب موسم بمر في تاريخ نادي الوحدات. وكانت الصحافة يعني تقلل من قيمة اللقب، تقول لك إنه والله هذا أضعف دوري ومستوى ضعيف، هذا أقوى دوري والمستوى الفني متقارب كان، ومستوى كل الفرق جاهزة. والدلالة على ذلك إنه ما بين عندك مين بده ينزل ومين بده يأخذ بطولة الدوري لآخر أسبوعين. لو المستوى ضعيف كان ببين من قبل 7 أسابيع، لغاية الآن مش مبين الفريق الثاني اللي بده ينزل، معناته في مستوى قوي وبطولة منيحة. بالنسبة لفريق الوحدات، يعني المرحلة القادمة راح تكون أحسن من المرحلة اللي مرينا فيها حاليا، لأنه إحنا زي ما حكيت لك إنه كنا نشتغل على بطولة الدوري، على بطولة الكاس، على فترة إحلال وتبديل. إحنا المرحلة القادمة إن شاء الله ما في فترة إحلال وتبديل، لأنه إحنا عندنا 12 لاعب من الفئات العمرية. يعني راح يكون هسه انسجام في المرحلة القادمة أكثر من المرحلة الماضية، وإن شاء الله فريقنا جاهز لبطولة الكاس ب11/6. واحنا عندنا استحقاق على المستوى الآسيوي، عندنا بطولة الأندية الآسيوية وعندنا بطولة الكأس، وان شاء الله فريقنا يكون جاهز. ويعني رايحين احنا هدفنا المرة هاي انه ناخذ بطولة الآسيوية، لانه احنا فريق الوحدات زي ما بتعرف مشبع في البطولات المحلية، وكل الجماهير الوحدات بتتمنى مطلبها البطولة الآسيوية، مطلبها لقب خارجي، وان شاء الله الله بكرمنا في البطولة الآسيوية. ومن الآن احنا كنادي الوحدات رايحين نعد العدة ونجهز الفريق، وكل إمكانيات نادي الوحدات من يعني من الجهاز الإداري ومن إدارة نادي الوحدات كلها خلف الفريق لإحراز لقب على الصعيد. كل توفيق لكم بكأس كرة القدم الأردنية. الكابتن رأفت علي، يعني أنت موجود معنا اليوم وراح تكون موجود معنا خلال الفترة المقبلة أيضا، سنتحدث كثيرا مع الكابتن رأفت علي. الجمهور يعني ببعث لنا بكثافة رأفت علي رأفت علي رأفت علي، اللي بيحكي لي أسلم لي على رأفت علي، واللي بيحكي لي بدنا نتصور مع رأفت رأفت علي نجم كبير، بدهم يطمنوا رأفت علي يعني مخططاتك للمستقبل، يعني بدهم يشبعوا من حكيك كابتن، فيعني طمن هالجماهير الكبيرة. يعني احنا خلينا بالحاضر، المستقبل خلينا المستقبل، احنا لسه ما خلص الحاضر، الحاضر لسه فيه شوي إن شاء الله يعني للي بيعيش. بس أنا إن شاء الله فيني إلى التوجه للتدريب، فيني إلى العمل بنادي الوحدات، في رغبة كبيرة يعني، ويعني بأي شكل من الأشكال مش راح أبعد عن جماهير نادي الوحدات، ولا عن نادي الوحدات، ولا عن أي إداري بنادي الوحدات، ولا عن أي مدرب راح يكون موجود بنادي الوحدات، لأنه هذا بيتي الكبير اللي تربيت فيه، اللي كبرت فيه، وكبرت محبة الناس اللي وأنا موجود فيه. أنا بشكر نادي الوحدات اللي خلى هالكم الكبير من الناس اللي تحب رأفت علي، اللي أنا شخصياً ببادلهم نفس الحب ونفس الشعور. سر هالحب كابتن رأفت؟ ما في سر بالعكس. أنا بحكي لك السر، الإبداع والنجومية والإخلاص والروح والانتماء، هذا الشيء كله بحبب رأفت علي. رأفت علي يعني أنا بدي أحكي وبقاطع الكابتن رأفت. رأفت في أجيال كبيرة ونجوم كبيرة اجت على نادي الوحدات، نجوم ما شاء الله بحترمهم كل ايتهم، ولكن زي رفعت علي صدقني ما اجى لنادي الوحدات. وانا يعني اللي بده يزعل مني يزعل، وممكن نجوم كبار يزعلوا، انا كعبد الله ابو زمع ما عملت شيء زي رفعت علي، ولا اللاعبين اللي كانوا سابقين مع احترامي كلهم ادوا، كلهم ما قصروا، ولكن رفعت علي شغله خاصه صدقني. رفعت علي اسطوره من اساطير الكره الوحداتيه. ورفعت علي لو انه انعطى المجال كان راح يكون اسطوره الكره الاردنيه، وهو اسطوره الكره الاردنيه، ولكن رأفت علي انظلم على مستوى المنتخب الاردني. انظلم كثير، ولكن الوحدات عوض رأفت علي، وحب الناس والجمهور لرأفت علي عوض رأفت علي، عشان هيك صار اسطوره. فرأفت علي شيء صدقني لا يعوض، وشيء ما راح يجي، انا بقول لك ما راح يجي زي رأفت. طيب علي. انا في معلومه يعني او مش معلومه، هي حديث كان بيني وبين الكابتن حسن عبد الفتاح بدي احكيها. يعني كان يحكي لي انه طارق احنا في الملعب وكانت مستوياتنا عاليه جدا وبنحسم مباريات، لكن وقت ما نضيع في المباراه ندور على رأفت علي نعطيه الطابه. ايش معنى هالكلام؟ اشرح لنا اياه. معناه انه يعني الكابتن حسن لاعب كبير، لاعب مميز. أنا من الناس اللي عندي ثقة كبيرة بحسن،
ثقة كبير، ثقة عمياء. دائما بحكي عن حسن، لو كان طول المباراة مش طبيعي في لحظة بنهي لك مباراة، وأنا مسؤول عن كلامي. حسن بإذن الله راجع، مستواه بإذن الله راجع السنة الجاي إن شاء الله، حتى مسابقة الكأس بتشوفوا حسن عبد الفتاح، فأقول له شكرا. هاي ثقة من حسن شخصية، فالحمد لله إحنا مجموعة اللاعبين داخل الملعب كلنا بنثق ببعض، كلنا عندنا ثقة ببعض، لكن بضل إنه كابتن الفريق له دور كبير بالملعب. الحمد لله، أنا الحمد لله دائما يعني أغلب الأوقات دوري إيجابي، وأنا بشكر جميع اللاعبين طبعا. السيد غصاب خليل الناطق الإعلامي باسم نادي الوحدات وعضو مجلس الإدارة معنا على الهاتف، مساء الخير. مساء الخير أستاذ طارق، أهلين. يعطيك العافية ومبروك التتويج باللقب. الحلوين اللي عندك كلهم. ألف مساء عليك، وأكيد بنبارك لك الفوز بالدوري لك وأيضا لكل أعضاء مجلس الإدارة ولنجوم الفريق، تفضل لك الكلمة. أول شيء بمسي عليك وعلى ضيوفك الحلوين اللي هم يعني نتائج نادي الوحدات اللي بنستخر فيهم كلهم، وأنا بأشكرك على هذه المباركة وبدوري طبعا كناطق رسمي للنادي، وأنوب عن زملائي رئيس أعضاء مجلس الإدارة في نادي الوحدات. نعم، تقديم كل التهاني والتبريكات لكل جماهير العريضة ومحبين نادي الوحدات في بلاد الانقلاب على هذا الإنجاز اللي أنا اسمح لي أسميه هو بطولة كأس التحدي، لأنه إحنا كمجلس إدارة كان أمامنا تحديات كبيرة على هذا الموسم. تحدثوا عن الإخوان، كان أمامنا تحدي بمدربنا الشجاع البطل اللي بنفتخر فيه عبد الله أبو زمة، وتحدينا كل الظروف لهذا المدرب البطل، وكذلك تحدينا كل الظروف الصعبة بالمنتج اللي قدمه عبد الله أبو زمة، الشباب الجديدة اللي قدمناها هدية منا كنادي وحدات لجماهير نادي وحدات وللكرة الأردنية. وأنا بأكد على الكلام اللي حكى فيه الكابتن رأفت علي إنه هذول راح يكونوا إشي مميز للكرة الأردنية بشكل عام، وبحيي من هذا المنبر اللاعب الظاهرة، أنا بسميها اللاعب الظاهرة، هو ظاهرة كروية محلية وعربية، الكابتن رأفت علي، إذا بعد ما إن شاء الله ينهي مسيرته الكروية بكل فخر واعتزاز زي ما تحدث، وحيكون خسارتنا الوحيدة بعد هذا الموسم. نعم كابتن، بشكل سريع حدثنا عن التهنئة من السيد جوزيف بلاتر لنادي الوحدات بعد حصوله على الدوري. يعني بعتقد هذا الشيء يعني مميز، وهذا الشيء إذا له دلالة فهو له دلالة على أنه نادي الوحدات نادي كبير متابع من كل الوسائل الإعلام ومن كل الشخصيات الرياضية العالمية، وعلى رأسها الشخصية الرياضية العالمية الأولى جوزيف بلاتر. فأنا بأشكر سيد جوزيف كرئيس الاتحاد الدولي على هذه التهنئة، وهذه بنعتبرها وسام فخر لنا، وبدورنا أنا بتصور كمان الأخطر يكون كرئيس نادي وجه هذا الكلام وجه هذا الشكر لجوزيف بلاتر، وهذه مفخرة لكل أسرة نادي الوحدات ولكل جماهير نادي الوحدات. وبحيي كمان ضيوفك كلهم، بحيي زميلي زياد شلباية اللي قدم جهود كبير وجهود مميز، وكنا احنا وياه على مسار وعلى شكل واحد حتى نحافظ على هذا المسار وقدرنا نتجاوز كل الظروف. وكما نعم. نتحدث عن الظروف الصعبة، بعتقد في شيء ما بين السطور كان صعب جدا، قدرنا انه احنا بنوع من التوازن كمجلس الإدارة لعلاقتنا مع الجهاز الفني وعلاقتنا مع اللاعبين. طبعا لا يفوتني ان اشكر زملاء الكابتن عبد الله في الجهاز الفني، حبيبي طبعا عثمان برهومة وحبيبي غياس والكابتن محمد جمال، هي يعني هو جهد جزء منه جهد خاص الجهاز الفني واللاعبين، والجهد الآخر هو جهد متراكم. كابتن غصاب شكرا لك، وصلت الرسالة لكن لضيق الوقت إن شاء الله راح تكون معنا لأيام قادمة. كابتن رأفت يعني أنا بدي تعذروني في مشاركات كثير اليوم ما قدر نقرأها عشان يعني ضيوفنا الكرام ياخذوا راحتهم بالحكي وأنتم بتنتظروا يعني الحديث منهم، لكن في أمان كابتن رأفت من مشجع لنادي الوحدات وأيضا متابعة لبرنامج هاف تايم اسمها رندا الوحداتية، بتحكي بما أن هناك لاعب هم الأفضل في العالم وأنا وعدتها أن أحكي لك إياها، لكن أنت الأفضل في الكون يا بيكاسو رأفت علي، وكانوا يقول اسمعوا الموسيقى تخرج من أقدامي وتداعب المرمى بهدف ينهي من أمامي، كم أنت مرعب يا بيكاسو، لهذا تراجع عن الاعتزال لتحافظ على بسمتنا معك. هي ممكن هاي الأخت اللي بقولها شكرا لك، هي ممكن كلمتني اليوم على الهاتف
طلبت مني هذا الطلب بشكل شخصي، بقول لها شكرا لك، شكرا لشعورك الطيبة، ببعث لك تحية من هنا شخصية مني ومن الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين جميعا، نقول لهم شكرا لاهتمامك بنادي الوحدات ولاعبين نادي الوحدات، لكن في النهاية هذا قرار واتخذ إن شاء الله ما في رجعة. طيب الكابتن عدنان عوض مدربنا الوطني القدير أيضا ببعث رسالة بحكي لكم مبروك وبحكي لك مبروك بشكل خاص كابتن عبد الله. يعني بشكل سريع انتهى الدوري وأيضا المرحلة المقبلة تحدي آخر أمام أبو زمع، احكي لنا عنه. احنا أعطيت أنا بعد التتويج يومين للاعبين راحة، فمن يوم الأربعاء راح يكون نقفل ملف الدوري وعندنا بطولة مهمة هي بطولة الكأس، وأنا متأكد أن اللاعبين على قدر المسؤولية وإن شاء الله راح نستعد لبطولة الكأس، بطولة صعبة راح نقابل فريق صعب، فريق متطور هذه السنة ذات رأس، وإن شاء الله أنه نقدر نجتاز ذات رأس ونقدر نصل المباراة النهائية ونحقق الكأس، وهذا شيء بيجي بصعوبة وجهد. وبالآخر يعني أنا بشكر جميع مجلس إدارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير النشاط المباشر كان عملي معه هو الأستاذ زياد شلباية، وبشكر جهاز الفني اللي هو الكابتن عثمان برهومة والكابتن غياث التميمي والإداري محمد جمال ومأمون حرب المعالج والدكتور جمعة دياب على جهودهم الجبارة، وبشكر جميع اللاعبين من كابتنهم، يعني أول واحد بشكر اللي هو رفعت علي اللي كان أخ إلي اللي كان هو إيدي اليمين، هو بعرف إنه كان إيدي اليمين وكنت أعتمد عليه بشغلات كثيرة، بشكرهم جميعا وبشكر الجمهور الطيب اللي ساندنا هاي بطولة، وإن شاء الله نوعدكم إنه البطولة الكأس نقدر نحققها مع أنها صعبة جدا، وأيضا بهدي هذا الفوز لناس خدموا نادي الوحدات اللي هو المرحوم صلاح غنام والمرحوم الأستاذ سليم حمدان والمرحوم خليل مبارك وكل مرحوم خدم نادي الوحدات، وبشكر الله عز وجل. إذن كابتن رأفت، يعني المرحلة المقبلة الوحدات الكأس وأيضا راح تكون معنا خلال الحلقات القادمة إن شاء الله، لكن نتحدث الآن بشكل سريع. يعني بطولة الكأس بطولة مهمة توازي بطولة الدوري، الحمد لله بطولة الدوري أقفلنا ملفها بعد ما روحنا عبيوتنا وخلصنا، فأنا تفكير جدي بطولة الكأس، في تركيز إن شاء الله، في حب من الجماهير، في رغبة كبيرة إن شاء الله للثنائية هذا الموسم، مجموعة لاعبينا مجموعة مميزة قادرة عند الحب والإصرار، إذا اجتمعوا الروح والإصرار وحب الكلر اللي لابسينه أنا بوعدكم من هنا إنه الكأس للوحدات إن شاء الله. كابتن زياد، الوحدات المرحلة المقبلة وأيضا الاستعدادات، كلمة أخيرة. يعني احنا حاليا الحمد لله الله كرمنا في بطولة الدوري، احنا هسه بدنا نهتم في البطولات القادمة ان شاء الله، الله بكرمنا في بطولة الكأس، فريقنا جاهز بإذن الله بإحراز بطولة الكأس والمنافسة على البطولة الآسيوية. في النهاية انا بالنسبة لي بشكر جماهير الوحدات اللي وقفت خلف الفريق، اللاعبين اللي كانوا ابطال خلال بطولة الدوري، الجهاز الفني والإدارة اللي قاد هاي المركبة لبر الأمان ولإحراز اللقب، إدارة نادي الوحدات اللي اشتغلت بديمقراطية وحكمة، يعني كل الشكر لإدارة نادي الوحدات، لأن أنا كنت واحد منهم ما كانوا يقصروا بأي طلب للفريق. أكيد كل الشكر لكم على هذا الإنجاز، وأيضا بنتمنى أنكم يعني تعدوا الفريق بشكل كويس حتى أنه نقدر ننافس في البطولة الآسيوية، فكل الشكر لك على هذا الحضور وعلى هذا الكلام، ومبروك ألف مبروك على التتويج. كابتن عبد الله أبو زمع، إحنا فخورين فيك كلاعب، كمدرب، كمدير فني لفريق الوحدات، وأيضا كشخص خلوق ومهذب ودائما متعاون معنا، وأيضا يعني صاحب طلبة هي اليوم على رؤية، فشكرا لك على هذا الحضور. وإحنا فخورين فيكم على برنامجكم وعلى قناتكم هذه المميزة الصراحة اللي بتبيض الوجه. الله يسعدك يا كابتن. كابتن رأفت، جدا كنا مبسوطين معك اليوم، والكل بيحبك، يعطيك ألف عافية، ويعني حكيت وراح أحكي راح تكون معنا خلال الفترات المقبلة، راح نحكي أكثر عن رأفت علي، لكن بالتحديد لهذه الحلقة شكرا لك على هذا الحضور وعلى هاي الطلب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ طارق. إذن قبل النهاية بدي أنوه، كان في تقرير لجماهير الوحدات وطريقة حضورها للمباريات وأيضا متابعتها للفريق أينما ذهب وأينما حل، لكن للأسف لضيق الوقت ما قدرنا أنه يعني نبث هذا التقرير، راح يكون موجود على صفحتنا على الفيسبوك رؤية. Yes.
سبورت بتقدروا تتابعوه من بكرة. بنقدر أيضا نتابع الحلقة تفاصيل الحلقة أيضا على صفحتنا على رؤية سبورت. كل الشكر لعبود علان أيضا مصور هذه التقارير، وكل الشكر للزملاء القائمين على هذا البرنامج، مخرجنا حمزة كلوب كل التحية لك. قبل النهاية كالعادة، حدث في مثل هذا اليوم تتابعونه، ثم إلى اللقاء. كابتن عبد الله.